أهلا وسهلا فيكم في المحاضرة الثانية من مادة اللغة الإنجليزية 1. اليوم إن شاء الله حنكمل باقي ما تبقى من الوحدة، واللي هو حيركز على نقطتين: reading and vocabulary building. بس قبل هيك بدي أنوه بالنسبة لاختبار القصير تبع بكرة، إن شاء الله حيحتوي على يعني محتويات الاختبار حتكون في نقطتين، اللي هي المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية. ما بدي منكم يكون في أي قلق من الاختبار. الاختبار حيكون تدريبي تجريبي، بمعنى أنتم تشوفوا إيش كيفية التعامل مع الاختبار الإلكتروني هذا، 1 2. لو واجهتم أي مشاكل تحاولوا تحلوها، يعني أي مشكلة ممكن تواجهك في الاختبار بكرة بدك في المرات القادمة تعمل على حلها. ايش ما صار عندك طبعا بدك تكون مجهز حالك، تختار الوقت المناسب، النت يكون كويس ما بقطع، بدك تختار وقت يكون مش وقت ذروة في استخدام النت، يعني يكون النت محدش بيستخدمه على اساس انت تقدر تحل الاختبار بكل سهولة وبساطة. وان شاء الله في اخر المحاضرة حنحكي بشكل اكثر عن الاختبار وايش تفاصيله. Welcome back everyone, and let's start with the second part of our lecture and our unit. نبدأ في second lecture، المحاضرة الثانية، الجزء الثاني. Today we're going to focus on reading. Welcome to our world. Like we have four passages، عندنا أربع قطع، حناخذ منهم تنتين واترك لكم تنتين to do them on your own. تنتين حتعملوهم لأنفسكم بأنفسكم. The second part is vocabulary. What's in a word؟ بدنا نشوف ما في شيء بيتعلق في الكلمات. إيش الكلمة؟ كيف بدي أتعرف عليها؟ إيش بلزمني أنا عشان أتعرف على الكلمات بشكل عام؟ حنركز على الـ meaning، الـ pronunciation، الـ word formation، words that go together، and keeping vocabulary records. طبعا الأشياء هاي هعطيكم إياها يعني بالتفصيل كمان شوي. الآن نبدأ، وأنا حابب أذكركم بشيء مهم. بدي منكم كلكم تحملوه وتشتغلوا عليه، هذا يمكن حيساعدكم كتير في حياتكم الجاية والتعامل مع كتير مساقات أو خلينا نقول ملفات باللغة الإنجليزية. هذا القاموس اسمه ديكت بوكس عربيك. اليوم هعطيكم شيء هقول لكم استخدموا القاموس فيه طبعا للفائدة، اللي بده يستفيد، اللي حاطط في نيته انه يستفيد. الآن خليني بس أشبك الجوال، مش حيظهر عندكم الآن الشاشة. خلينا نطلع من شيرين، نعمل شير للسكرين ككل. الآن حيظهر عندكم زي ما انتم شايفين، حيظهر عندكم الشاشة. لو لاحظنا هنا هاي ايش القاموس، لو ضغطت عليه الديكت بوكس، هذا بقدر انزله من على المتجر او بنزله من على اب ستور اللي معاهم ابل فونز اللي هو الايفونز. الآن في عندي كلمة لو بدي ابحث عنها، مثلا باس اللي انا كنت تو كاتبها، هاي بضغط عليها هنا. الآن يا جماعة شايفين ايش في عندكم؟ هنا في عندكم اللفظ الأمريكي، اللفظ البريطاني، اللفظ الأسترالي. لو ضغطنا على اللفظ البريطاني نسمع pass pass، نسمع اللفظ الأمريكي pass pass، وطلع هنا كم معنى في للكلمة، سوري، هنا معاني الكلمات كناون كاسم وكفعل كفيرب. طلع هنا معاني كمان بالانجلش بيجيب لي اياها، وفي كمان لو نزلنا لتحت حنلاقي كلمات في كونتكست، الكلمات في سياق، وهذا اللي هو الاكثر فائدة وحنتطرق له ان شاء الله في ضمن المحاضرة ان شاء الله. فاحنا لو لاحظنا هذا مفيد جدا لكم لتعلم الكلمات واللغة الانجليزية. خلينا الان نرجع للمحاضرة ونركز على اللي فيها. الآن يا جماعة
اوكي، اول حاجة عندنا الريدنج. خلينا نذهب للقطعة تبعتنا واللي هي بتحكي عن Welcome to our world، مرحبا بكم في عالمنا. هنحكي عن الكامو family and كو family. كاموز family are from Kenya and كوز from Beijing, China. هنركز احنا على الكاموز family ونشوف كيف بدنا نتعامل مع التكست باسجز او الباراجرافز، كيف بدنا نتعامل مع الفقرات يا جماعه. بدنا ننهي حاله الترجمه للقطعه، بدنا نتعامل مع النص، اي نص وفي عليه اسئله بدي اتعامل معاه كمهاره. كيف انا بدي اتعامل مع القطعه الموجوده عندي؟ احنا في عنا اربع اجزاء، هناخد الجزئين هدول اللي انتو شايفينهم ونشتغل عليهم. نيجي للقطعة home and work. home and work the Camus from Kenya. حط read more. طبعا بإمكانكم انتو تروحوا على الكتاب تبعكم، طبعا لازم يكون معاكم الكتاب. انا هذه يمكن ما عرجت عليها قبل كده، بس ضروري جدا يكون عندكم الكتاب. حورجيكم شكل الكتاب وأقول لكم كمان أي صفحة بإمكانكم تفتحوها عشان تتابعوا معي. طبعا أنا اللي عندي نسخة إلكترونية عشان أنا أقدر أتحرك بكل سلاسة. هاي الكتاب صفحة، طبعا أنا بعت لكم إياها على المودل، بيج نمبر 10 صفحة 10 الجزء الأول. شايفينه هذا إحنا اللي هنتعامل معه، هذا بشكل عام هنقسمه لفقرتين two paragraphs and then we're going to deal with each one. ظاهر عندكم بإمكانكم تحكوا لي، تعملوا unmute يعني تشغل الصوت وتحكي لي، هل ظاهر ولا لا؟ yes هي ظاهر صفحة 10. تمام أوكي. بده شوي بس دكتور شوي. أما هو عشان النت بده شوية. الآن نرجع للشغلنا هنا. Bonnie face and his wife Pauline. الآن أنا يا جماعة لما أشوف النص هذا سبوكم من النص، هذا النص بخوف شكله. So I'm not concerned with the outlook or the out the appearance of the passage. مش مهتم أنا بالمظهر تبعه. To the task، على طول روح على المهمة، إيش بدنا نعمل؟ عندي five questions، عندي خمس أسئلة، true or false، صح أو خطأ. And I will do the first one and I'll give you the time to do the others. أنا هعمل أول واحدة وأعطيكم الوقت إنه تعمل البقيات. The Camus live in a small house in Nairobi. الآن أنا فهمت الجملة بسيطة. العائلة هاي الكاموز بتعيش في بيت صغير في نيروبي. الآن أنا بدي أروح أدور على كلمات كلمات مفتاحية. live. أوكي. الصوت يا جماعة. اوكي هنعمل disable للمايكس كلهم. هروح ادور الكاموز live in a small house in Nairobi. بدي اروح ادور كلمة live small house ونشوف وين ممكن نلاقيها في القطعة. بنيجي هنا to the text ندور هنا. Boniface and his wife Pauline live in Ongata Rongai, a small town near the capital. يعني they live in a small town near the capital. طيب هذول small town، هل هم حكوا small house؟ Nope. طب مش هذا near the capital Nairobi؟ يعني مش in كمان، يعني small town مش house، near the capital Nairobi not in the capital. فلو رجعنا للتاسك تبعتنا هتكون true or false. اكتبوا لي في البوكس تبعكم في الشات بوكس، نكتب في الشات بوكس هل هي true or false. في حدا بيكتب true or false؟ false. very well done. So they do not live in a small house. They live in a small town near Nairobi. بالقرب من نيروبي مش في نيروبي. Okay, so the second one. Boniface drives an old car.
Boniface, it drives an old car. Is it true or false? كمان هاي بدنا نشوفها هل هي true or false. من القطعة نرجع لها. بدي أسمح لكم هذه الأسئلة يا جماعة موجودة عندي، مش موجودة في الكتاب، مش موجودة في الكتاب. أنا عشان كده بقول لكم بدنا نتعامل مع مهارة. بدي أسمح لكم تحكوا معايا أوكي عشان نحل الأسئلة وما نلجأ للشات للتشات. أوكي، so the second one قلنا Boniface drives an old car، إيش رأيكم؟ نرجع للنص، ركزوا لي هنا في السكند وان، شوفوا هنا صفحة قد إيه يا دكتور؟ بيج نمبر 10 صفحة 10 صفحة 10 صفحة 10 النص صفحة 10، لكن الأسئلة مش هتلاقوها عندكم يا جماعة. ما أنا بحكي وينها يعني بدور عليها. لا لا بس الأسئلة أسئلة، لا الأسئلة بدك تركز معايا هنا وتشتغل يعني معايا، في الآخر بضل مرجع لك الفيديو. So yes، إيش حكينا؟ Boniface drives an old car. Boniface drives an old car. يعني Boniface بيقود سيارة. اللي ما بده يحكي ما يعمل يعني عدم كتم للصوت، خلي الصوت كاتم. الآن هو إيش بيقود سيارة قديمة ولا حديثة ولا إيش الفكرة؟ في القطعة هاي شايفين في الجزء هذا. The second passage. What do you think? في حد معاي يحكي؟ اوكي. كنت شغال في المطار يا دكتور وبقود السيارة. في واحد حكى why Toyota. Very well done. طب نكمل. Why Toyota cracked windscreen. سيارة تويوتا بيضة. A cracked windscreen. زجاجها الحاجب الزجاجي هذا مشقوق، broken مكسور. Is it old or new؟ الآن هيك بتصير old or new، قديمة ولا جديدة؟ old. Old. يعني true. Very well done. يعني true. Yes. So number three. Boniface has never been abroad. Boniface has never been abroad. عمروش إيش يعني abroad؟ يعني outside. No outside no مش بود. بود معناتها ممل أو مش ممل، ملان. لكن abroad outside. Yeah. بالخارج. Yes yes outside. طب خلينا ندور على كلمة outside here. In the third paragraph. في الفقرة الثالثة. What is the answer? Has he ever been outside abroad? دكتور هاي yes. So I have never been outside Kenya. I have never been outside Kenya. So let's get back. Like he has never been abroad. It's a true. Very well done again. So yes, the fourth one. So Boniface works long hours, but Pauline does not have a job at the moment. احنا عارفين انه Boniface بيشتغل ساعات طويلة، انه بيطلع من بدري وبرجع متأخر و drives a car، يبقى يعني the drivers دائما بيشتغلوا ساعات طويلة، لكن Pauline doesn't have a job at the moment. What do you think? In the third, in the fourth. اها طب read where did you find it? Read the passage. Read what did you read? Polinio is a dressmaker but isn't working at the moment. So Pauline is a dressmaker but isn't working at the moment. يعني ما بتشتغل في الوقت الحالي. So it's true again. Very well done. Excellent. So the last one. Boniface spends a lot of time with his children on weekdays. بيقضي وقت كثير مع أطفاله. What do you think? In the last passage also here. Yes. True. What do you, طب, how do you know that this is true? Give me evidence. The weekend is often the only time Boniface is to look after the kids. So if you read it again, who's Pauline, by the way? Who's Pauline? Pauline is a dressmaker.
She is a dressmaker and she's the wife, of Boniface, زوجت Boniface, okay? She stays at home to look after the kids. احنا بدناش بولين, احنا بدنا مين? Boniface. Boniface. The weekend is often the only time Boniface sees Joyce. Boniface. يبقى Boniface بشوفهم فقط في الويك اند. ايش يعني ويك اند? نهاية الأسبوع. طب وهنا بقول لكم ويك دايز, ويك دايز يبقى ترو أور فولس؟ فولس فولس فيري ويل دان جريت. سو ليتس تشيك أور أنسرز. نعمل تشيكينج ترو 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 أند أول أوف ذيم أر كوريكت أنسرز جريت. شايفين كيف احنا ممكن نحل القطعة من غير ما نقرأها جميعا, يعني ما نضيع وقت في قراءتها. احنا we are focusing on understanding. Now what did we do just right now? ايش سوينا تو؟ عملنا حاجة اسمها scanning to the passage. يعني مسحنا, تعرفوا السكانر بيعمل مسح سريع للورقة, احنا عملنا مسح سريع للقطعة. تمام؟ هذا اللي بدي اياه منكم تعملوه لما تواجه سؤال reading. تتعامل معاه بمهارة, كمهارة مش الترجمة. لا تترجم, أكتر شيء بضيع الطلاب الترجمة, ترجمة القطعة أقصد, بيروح بترجم القطعة بشكل مفصل بضيع وقت فيها. تمام؟ فلا احنا بدنا نركز على understanding. الآن نيجي للنقطة الثانية, hopes and plans. Another what? Another passage, أو تكملة الباسج اللي عندكم من النص, من عند they married in 1995 and at first they lived in a slum until the last thing to the end. روح للتاسك, ايش بدنا نعمل؟ في عندي هنا questions, how many? 5 questions. I need to complete the questions. I will do the first one. هعمل أول واحدة وأسيب لكم البقيات خلال دقيقتين تشتغلوهم. When Pauline and Boniface first got married, they live or didn't live in a nice house. هل هم عاشوا أو لم يعيشوا في بيت جميل؟ خلينا نرجع للتكست وندور. In the first passage here, they married in 1995 and at first they lived in a slum. Slum? بعرف ايش معنى slum. No, 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 لا 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 انت محضر, احنا بنعرفش معناها اصلا. خلينا نكمل. And often didn't have a lot to eat. وغالبا ما كانش لديهم اكل او شيء كتير ياكلوه. تمام؟ الان من الكلمة هاي, من الجملة هاي, انا فهمت انه طالما ناس محمش طالما ناس محمش ياكلوا, يبقى الاسلام الاسلام حيكون something with a bad meaning, with a negative meaning, شيء بمعنى سلبي, واللي هو الحي الفقير زي ما حكى زميلكم. So let's get back to the task. So الان did they live in a nice house or didn't live in a nice house? Didn't live. الاسلام شيء not nice, ugly, bad, old, very old. بالضبط. Okay, so number 2, 3, and 4, and 5, خلينا نعملهم واحدة واحدة بس انتوا اللي تعملوهم. Boniface feels stressed or relaxed about money. From the text, what do you think? Stressed or relaxed? دكتور لو سمحت صفحة كامل. Page 10. Stressed. Where did you find it in the passage? خلينا let's go together to the passage. Is it passage 1, 2, 3, or 4? The money helped them to move house. طب لا بس ايش رايك نكون واضحين؟ في عندنا passage 1, 2, 3, 4 لو طلعت معايا على الشاشة. Yeah. So is it passage 1, 2, 3, 4? 2. Passage 2, yes. Passage 2, the third line. I am always so stressed about money. Very well. Stressed. Yeah, great. Stress. Worried. 3. Pauline and Boniface think that education or working hard is important for their children. إيش بيعتقدوا؟ هل هم بيعتقدوا education is important ولا working hard is important؟
التعليم ولا العمل بجد؟ Let's get back to the passage. Yes, which paragraph? 1, 2. You can find it here in the paragraph 3. دكتور التعليم أفضل. Paragraph 2. Yes, we are trying to give our children the best education. Yes, great. So the best education. So think that education is important for their children. The family wants to move to a bigger house or apartment. خلينا back to the text again. In the last one, the last passage. Yeah. So what do you think? Home or house or business? House. How do you know that this is a house thing? Again? House in the The last statement in the passage. The last statement, yes. Boniface plans to build a three-bedroom house in the suburbs of Nairobi. Very well done. So they want to move to a bigger house. And finally, Pauline wants to start her own what? School or business? School. School, yeah. What do you think? School or business? School. Look at the first line. Next year, Sharon is going to preschool, so Pauline will have more time to start her own dress-making business. Business, yes, very well done. بدها تبدأ عملها الخاص. Yeah. So let's check. Did we answer correctly? أنا ما قلتش دير بالكم كلامكم صح. الآن بدنا نعمل checking. Very well done. We have got 5 correct answers. So, as you can see, from simple paragraphs أو مش simple هم difficult paragraphs هدول القطع صعبة شوي لكن الأسئلة كانت بسيطة and you did very well. This is how we answer any paragraph. هيك بالطريقة هاي بنحل بشكل أسرع القطعة اللي بتاخد معنا نصف ساعة ترجمة وفهم بنحلها في 10 minutes and less 10 دقائق وأقل. Okay. في حاجة بدي أقولكم إياها مهمة جدا. شايفين الصفحة اللي ظهرت اللي فيها كلمات شايفينها؟ تمام. هاي الكلمات مهمة إلكم جدا. يعني they are very important and helpful. مش واضح الصوت ولا صورة. أوكي. واضح. طيب. Now انسخ الصورة هذا وبعتلنا اياها على التليجرام. حبعتها سجل هي المحاضرة صح؟ صحيح حبعتها بعدين. حبعتها انت على التليجرام بكون افضل. حبعتها بعدين بغض النظر هذا الملف انا حبعت لكم اياه على المودل. دكتور يس دكتور هذه المحاضرة موجودة على المودل؟ لسه حنزلها اليوم إن شاء الله في الليل. كاملة إن شاء الله؟ نعم كاملة إن شاء الله كاملة. كاملة. يشرده. الله يبارك فيك الله يبارك فيك عشان نراجعها كويس. Okay. Now these words أو word list هذه قائمة كلمات بالكلمات الموجودة والمهمة في القطعة وسايبين لكم فراغ جنبها. هاي الكلمات أنا عرفتكم على قاموس جديد اسمه ديكت بوكس استخدموه عشان تجيبوا معانا الكلمات هاي ولأنفسكم. هذا واحد. اثنين أنا حبعت لكم ملف أفضل. الملف فيه الكلمات هاي مستخدمة في جمل وهذا اللي حنتعلم اليوم عن الكلمات كيف نتعلم كلمات بشكل أفضل وأحسن. تمام؟ وضح معنا. تفضل. بقول الجملة توضح المعنى أحسن. طبعا الجملة والسياق بشكل عام بيوضح المعنى بشكل كثير سلس وسهل. الآن من نفس القطعة يا جماعة. دكتور يس. بون. الخمس أسئلة اللي حليتها قبل شوية وين موجودة؟ عشان أنا خشيت الحين على المحاضرة. مش موجودة عندكم. هذه من عندي. مش موجودة في الكتاب. من الدكتور. ماشي. تمام. يا دكتور. العفو.
يا جماعة يا ريت احنا نخلي اي اسئلة سجلوها على نوت وخلوها في اخر. انا بديش اعمل لكم disable لكل المايكس، اعطل المايكات تبعتكم عشان يضل في تواصل بيناتنا لما احتاجكم. اوكي so we have here a list of words. هاي فا 6 words وهنا their meanings، هذول الكلمات وهذا معناهم من نفس القطعة اللي تو عملنا منها. في عندي single story, cracked, dressmaker, slum, stressed, communal. بدناش معنيهم بالعربي، بدنا their meaning in English. ف single story كيف بتعرف its meaning in English؟ بتروح على الكونتكست. هاي الجزء الأول من القطعة عندكم. Their home is a two-bedroom apartment, one of 20 in a single-story block. الآن لو حاولنا نفهم القطعة إيش بتقول السطر هذا، بيقول لي بيتهم هو عبارة عن شقة فيها غرفتين نوم. One of 20، هذه الشقة واحدة من 20 وحدة في a single-story block. بالكو الشقة وين حتكون موجودة؟ في مبنى. طب والمبنى ايش بده يكون في المبنى؟ طوابق. طب ايش يعني سنجل؟ واحد. طب سنجل ستوري طابق واحد. So now we understand that single story is with only one floor. With only one floor. يعني بطابق واحد. الآن بدي منكم بنفس الطريقة نروح على cracked, dressmaker, slum, stressed, communal and match them with their meaning. Broken, okay? طب how do you know? Broken, cracked. تمام، كيف عرفت انها broken؟ هيا انا معلم لك، بس انت عليك تجاوب. Broken. طب ماشي، كيف عرفت؟ How do you know that this is a broken? مكسر، محطم، مدمر. طب لا، انا same meaning. أما هو أنا قاعد بحكي إنه كيف بدي أطلعها من الكونتكست تبع من السياق. أقول لك امشي معايا. Each... هو دكتور وصف السيارة إنها. Yeah, very well done. Very well done. That's the answer. إحنا قاعدين بنحكي عن white Toyota اللي هو تويوتا بيضة. A cracked windscreen. إيش في التويوتا فيه؟ في اللي هو الحاجب الزجاجي هذا. A cracked مشرخ هيك مشقوق. فعرفت إنها broken لأن لها علاقة بالزجاج فbroken. This is how I get meaning from context. Very well done. So, dressmaker, very simple. What is it? Someone? Dressmaker. Who makes clothes? Someone who makes dresses. Someone who makes clothes. A clothes, yes. Not just the dresses. خياط يعني بالعرب. Exactly. أو خياطة، مش ضروري خياط. Okay, so the fourth one here, slum. Yes. Slum. Slum, an old house. An old house in bad condition. So how do you know? زي ما حكيت لكم قبل, and often didn't have a lot to eat. من الكونتكست. إنه ما معهم أشياء كتير يأكلوها. They are poor people and they live in a slum, an old house in bad condition. Sorry, I need like to... Okay, close this tab. Okay, stressed. Very simple. I'm stressed. Look here. Shunned by a group of people. No, I'm always so stressed about money. Worried, yes. Communal, مشترك. Communal, مشترك. Shared by a group of people. The last one. Shared by a group of people. Yes. Hey, the toilets are communal. One for every four families. واحد لكل أربع عائلات. يبقى this is something shared, مشترك. Very well done. Now here, in the next slide, we have other six words. هذول six words من القطعة المقابلة للقطعة. يعني في page 11. Go to page 11. You will find these words. هتلاقوا الكلمات هاي. Alleyways, alleyways. What do they mean? بيجي هنا in the first paragraph the family have lived in the house in central
Beijing for 70 years. It is in one of the capital's ancient Hutong alleyways. So we're talking about central city, capital city. وبنحكي عن أشياء قديمة بين البيوت. What are we talking about? بين البيوت. الأزقة قصدك؟ Yes, الأزقة. Very well done. So narrow lanes between building. أزقة ممرات ضيقة جدا بين إيش؟ الأبنية. Very well done. So the next one, close net. Close net. What is it? What does it mean? A close net. Families and warm hospitality. ضيافة ودودة لطيفة هيك وعائلات مالها. ترابط بينها. Yes. Close and caring. عائلات هيك قريبة من بعض ومهتمة في بعض. It's cherished. Let's look at this sentence. It is a way of life cherished by Q, but he can see that this is relaxed routine is increasingly out of step. So, a way of life cherished. أسلوب حياة مدلل هيك أنت لما يكون عندك أسلوب حياة بتحب أسلوب الحياة هذا بتدلله بتعززه دائما بتمشي فيه فبقول إيش cherished إيش حتطلع من هدول هذيك على السئلة إحنا فاتحين على القطعة Yes. ما هو عشان أقول لك من وين أقول لك من وين أنا جبت الحل تبعها. It's cherished. مدلل. Loved and treasured. Yes, very well done. Loved and trusted. Treasured. يعني كنز. Treasured مكنز هيك شيء أنت تعتبره يعني زي كنز تخزنه وتحبه طبعا. Demolition. Ten of looking thousands of knocking down buildings. Agreed. Very well done. طب لما أقول عن someone is old and frail. This man is old and frail. What do we mean by frail? And unhealthy. Weak and unhealthy. Yeah, great. اللي هو ضعيف وصحيا تعبان. Fugly. لا آخر واحدة. Exactly. So we try to live frugally and save for our daughter. فيها هذه خطأ. Frugally, مش fugly. يعني ببساطة يا جماعة. They live ببساطة. بس خلينا نعدل هاي frugally. Okay. So ببساطة. Yes. So. That's it with the words. خلصنا من القطع والكلمات تبعتها. Now we're moving to something more particular to, related to vocabulary. الآن بدنا نيجي على الكلمات وبناء الكلمات. But before that, we need to focus on and shed light on parts of a speech. أجزاء الكلام. Okay? If you look here, part of a speech, we have, what do we have? Do you know? إيش هم أجزاء الكلام? In English. Do you have any idea? Nouns. Very well done. Pronouns. Preposition. Prepositions. Adverbs. Adjectives. Very well done. So we have nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives. Preposition. Conjunctions, prepositions, interjections. الأشياء هاي طبعاً نعرفهم ونعرف عشان الآن حيفيدونا لقدام. Nouns, اللي هم الأسماء. Pronouns, ضمائر. ضمائر. Verbs, الأفعال. Adverbs, الأحوال اللي هي بتوصف الأفعال. أحوال. Adjectives, صفات. اللي بتوصف الأسماء. Conjunctions. أدوات الربط conjunctions أدوات الربط اللي because or so when or after والحاجات هاي prepositions حروف الجر حروف الجر interjections علامات الترقيم هذه كذا
مش الترقيم، علامات يعني زي اللي هو إظهار إظهار الدهشة والتعجب والاستفهام. لا مش الاستفهام، اللي هو الاندهار يعني الدهشة. يعني مثلاً مو نايس زي الشك، شك وحاجات زي كده يعني. زي لما أقول ouch wow these are interjections okay، اللي هي تعبيرات نستخدمها عشان نعبر عن exactly. التعجب يعني. نيجي على نيجي على الفوكابولري، بس نعمل ميوتد لأنفسنا. فوكابولري الكلمات المفردات، بدنا نركز على الأشياء اللي حكيت عنها. نبدأ بالمينينج، إيش المينينج؟ المعنى. معنى. تمام. المعنى الكلمة، بدي إياكم تركزوا معايا الآن. I always have an uggy for lunch. طلعوا الجملة هاي، طلعوا الجملة هاي. كلمة uggy يا جماعة، هاي uggy. Is it a real word؟ I always have an uggy. Uggy كلمة uggy، لا مش ugly، uggy. هل هي is it a real word؟ هل هي كلمة حقيقية؟ I don't think. Okay, just a second. Is it a key? Have here. Okay. Is it a real word? A name of meal. Is it a real word? كلمة حقيقية. It isn't. No. No. It's not a real word. Yes, no, it no. isn't. So, is it a it's noun? A real word. Is it a noun, adjective, or verb? What is it? لا noun. A noun. How do you know? It's a noun. How do you know that this is a noun? Yeah. Because it was. Because it's. Yes, very well done. It's preceded by an article. مش preposition، article مسبوقة بان، وان بنقول عنها اللي بيجي وراها noun دائما. Very well done. So. Is it countable or uncountable? Countable. Very well done. How do you know it's countable? Because it's preceded an. It preceded by an as well. Yes, very well done. So, what could it mean? A possible meaning. What is it? Aggie. إيش يعني ممكن يكون معناها؟ Yes. طبيعي؟ nope. بطلع من الكونتكست. I always have an uggy for lunch. إيش يعني lunch؟ غداء. عشاء. غداء. غداء. أوكي. طب والuggy for lunch إيش حيكون الuggy؟ طبيعي. معناها معزومة. what؟ تأخير. I always have an egg for lunch. An apple for lunch. An uggy for lunch. إيش يعني uggy ممكن يكون معناها؟ طعام. Very well done. A type of food. Any type of food. يا جماعة هي uggy. خلينا نكون واضحين. هي uggy مش موجودة في كلمات اللغة الإنجليزية. هي مش كلمة أصلا. لكن احنا بنقول من السياق، من الكونتكست ايش ممكن يكون معناها؟ وجبة طعام. انها تكون ممكن وجبة طعام. I always have an uggy for lunch. انا يعني دائما بتناول uggy على الغداء. تمام؟ فمن السياق قدرت اخمن معناها. احنا جايبينها كمثال عشان نوضح انه حتى لو ملهاش معنى انا ممكن افهم الكلمة من السياق. Very well done. So now look at this. هذا النشاط موجود عندكم في الكتاب، بس بإمكانكم تتابعوا معي هنا. Is uggy في الجمل اللي حتظهر الآن. Is uggy used as a verb, an adjective, a noun or an adverb. هدول في الكلمات اللي انتوا شايفينهم. Number one. My grandmother's very old and uggy. Is it a verb, noun, adjective, an adverb? What is it, uggy? Adjective. How do you know? Because
Very. Very old because and describe... and very well done. Number يبقى أجي adjective. Number two, I will أجي it forever. What do you mean by أجي it? Is it sorry, not what do you mean? Is it a verb, adjective, a verb? How do you know? Verb. How do you know? It has will before it. It is preceded with will. It is preceded by well. Okay, so the poor people lived crowded together. Okay, there is something with this presentation. But we have to write the reason for the question. None. We have to write the reason for the verb, for the adjective. We can explain what kind of this agi is it verb and adjective and the reason. No, you don't need like to do anything. By the way, Jamaa, I'm just trying to lead you to somewhere. بحاول أقودكم لمكان إنه إحنا قديش أهمية ال parts of a speech عشان أخمن معنى كلمة. فاهمين علي؟ أنا بدي أقودكم، يعني هذا مش حيكون محط سؤال ممكن في الاختبار، إيش بسيط يعني. زي ما أنا كاتب أنتوا حتشتغلوا، الآن حتشوفوا كمان أوضح بشكل أكثر. So, the poor people lived crowded together in uggies, in the uggies. Is it a noun, verb, adjective, adverb? I think it's a noun, yes, a noun. Because it's a noun. It's a plural, so it's a noun. Uggies. Yeah. So, yes. They live very ugly. L-Y, what is it? Adverb. Great. So you see these words. شايفين الكلمات هاي اللي تحت. Church, frail, slums, frugally. تو خدناها صح ولا لا؟ It's adverb. Does it describe the verb live? طيب. A church. Is it a verb, noun, adjective, or adverb? It's an adjective. An adjective. Nope. It's not an adjective. Do you remember? It's what? It's cherish. What does it mean, the word? What does the word cherish mean? Yes? Okay. Cherish. لا, not a church. Not a church. Miss a church. Cherish. Cherish يعني يعزز. It's a verb. Very well done. It's a verb. Great. A frail man. This man is an adjective. And the slums? Adjective. It's a noun. Yes. And the frugally? يمكن adverb. Very well done. Adverb. So the first one. الحين بدنا نعمل يا جماعة نستخدم الكلمات هاي في صوت يا جماعة كتير. الآن try to use sorry, I'm sorry that I need to mute you all. Okay, I need to mute you all first. This is one thing. Mute all. Okay, and let's share just the screen. No, not the screen, sorry. Again. Window. This window. So yes, what I need you now, I need you to use the chat box, guys. What I need you to do, to match these words, I mean to use these words instead of أجي in the sentences. بدنا نستخدم الكلمات اللي تحت بدل أجي. يعني for example, the first one, أجي هنا adjective. بدي أدور على adjective هنا. فحتيجي معي كلمة frail. فطلع هنا إيش بصير؟ بصير عندي frail. So do number 2, 3, and 4 now in the chat box.
واحكوا لي ايش الحلول تبعتكم. يلا I'm following in the chat box في الكلا في في المحادثة يا جماعة، انتظاركم اكتبوا لي حلول نمبر 2. Anyone؟ أنا منعتكم يا جماعة من إنكم تحكوا عشان تشويش، عشان تسجيل يطلع واضح لبعض زملائكم. فyou can use the chat box، استخدموا المحادثة. Okay. Anyone؟ فريل خلصنا. فريل نمبر 1. نمبر 2، she gave my grandfather's gold watch. I'll cherish it. Very well done. Yes. So this the second one is a cherish. Okay. Next, the third one. The poor people lived crowded together in Aggies in the old. Lived in Aggies. حتكون what? In what? Aggies? In slums. Very well done, Ramiz. Yes, great. Slums and the others. Number 4, the last one. What is it? They live very ugly. Frugally. Great. Very well done. Frugally. So, from the context, you could just guess the meaning of each word. You could replace it. قدرتوا تعرفوا المعاني وتبدلوهم. Very well done. So بنقدر نعطي خلاصة إنه أنا بقدر أعرف المعنى من ال part of speech تبع الكلمة ومن ال context بشكل أساسي. Okay, now we're moving to the pronunciation اللي هو اللفظ. الآن يا جماعة بالنسبة لللفظ في عنا 5 sounds، في عنا 5 أصوات أنتوا شايفينهم قدامكم هنا. هذا أو أ إي أي إه. الآن أنا حورجيكم فيديوهات لهاي الأصوات، بدي منكم تمارسوا أنتوا المايكات مسكرة طبعاً with the phones like the mics muted. Try to practice as much as you can. حاول تقلد اللي حيحكي في كل شيء. So let's see what do we have. خليني بس أنا أعمل مشاركة لل اكتبوا لي في الشات بوكس as الظاهرة عندكم ولا لا الشاشة التالية. لسه ما عملت شيء يا جماعة، لسه ما عملت شيء. اوكي here it is. ظهر عندكم الشاشة صحيح؟ كتبوا لي في الشات بعد اذنكم. اوكي خلينا نشوف ايش كتبتوا. يس تمام. اوكي sounds، خلينا نيجي للساوندز. في عندنا 5 sounds. هاي اول واحد شايفينه اي، نشوف كيف بدها تلفظه وبدي تعيده وراء on your own. 1 2 3 اي. اوكي اعتقد انا ما فيش صوت الان لان انا نسيت احط الصوت. خلينا نرجع الصوت. اوكي اوكي back. 1 2 3 again. Go. E. E. Eat. Week. See. Okay. Now, خلينا نروح على another sound. نشوف هذا. إيه. Let's listen. Egg. 10. Okay.
Now the third sound, الصوت الثالث listen here. طلع على شكله. هاي شكله. Now listen to it and practice with it. Up, done. Okay, the fourth one, الصوت الثالث, A, listen. A, ace, take, say. Great. Now to the last one. Listen. Open, coat, no. Great, very well done. So now, let's get back. طيب, خليني بس افتح لكم المجال تحكم شوي. يا جماعة, كيف طبقتم؟ حاولتم تحكوا؟ تمام دكتور. تمام, ممتاز. دكتور, بدي أسألك بس. يس. الملخص تبعك المادة نفسها مين منلاقيه؟ بدل ما يكتب وراك. ما فيش ملخص ولا حاجة. بدك تتابع. نعم نحن. بدك تحضر المحاضرات. طب دكتور. تبدأ بس ما بتقدر تعيد تعيد الفيديو براحتك. يس. الأصوات هذه حفظ, إنه نحفظ الأصوات. بدك تعرف تميز الكلمات عن بعض فقط. الحين حاقول لك كيف النمط ممكن يجي. يعني الآن حسمعكم هاي الأصوات الخمسة اللي تعرفنا عليها اليوم. نيجي لهنا. الآن هنا زي ما ظاهر عندكم الشاشة, صحيح؟ تمام. الآن في عندي four items. بيقول لي underline the word with a different vowel sound. بدي أعلم على الكلمة اللي فيها حرف العلة يختلف. طبعاً هدول حروف علة اللي تعرفنا عليهم. بدي أشوف مين في الكلمات هنا فيها مختلف. فيها هتلاقيهم كلهم أو, ما عدا واحدة هتلاقيها أ. كلهم إي, ما عدا واحدة أي. سوري. كلهم أي, ما عدا واحدة أ. كلهم ما عدا واحدة أو. So listen and circle أو underline. اسمع وحوّط. يلا. 1, 2, 3 and go. Tape script 1.9. Pronunciation. 1. Rose. Goes. Does. Toes. 2. Meet, beat, great, street. 3. Paid, made. That's the first one. Played, said. 4. Done. That's the first one. Phone. Done. Son. First one is does. One. Okay. So, يا جماعة, لما يكون في listening, يا ريت ما نحكيش ونسكر المايكات نهائي, okay? خصوصا listening. So, the first one is does. Very well done. The second one great. The third one Said. Very well done. ركز على اللفظ. Said. Yes. دول paid, made, played, and said. The third, the fourth one.
Done. طبعا فون يس جريت جريت وندرفول. شفت كيف ممكن يجيك نمط السؤال؟ اجيب لك اربع كلمات واقول لك which one is with a different vowel sound. اوكي تمام. اوكي الان بدنا ننتقل، خلصنا من المينينج اللي هو المعنى والبرونانسيشن اللي هو اللفظ. الان نيجي لحاجه اسمها word formation. These are related to what? To vocabulary building اللي هو لبناء الكلمات. في عندنا حاجتين بدنا نتعرف عليهم، هو في اكثر من هيك بس احنا بدنا نركز بس على هدول، البريفكس والسفكس. البريفكس يا جماعه these are some letters they come at the beginning of the word. At the beginning, yes, first. So impolite، الاصل الكلمه polite، ضفنا لها الاي ام صارت impolite. هذا بنقول عنه الـ IM prefix، بادئة الكلام أو الـ الكلمة. suffix نهاية، بتيجي في النهاية، في النهاية. فبقول creation. Now the ION هذول بسميهم suffix. They come at the end of the word. تمام؟ بس بشكل سريع. Today we're going to focus and pinpoint the word suffix. I mean the suffixes. حنركز على اللي بيجن في نهاية الكلام. كيف ممكن يجيني بالشكل اللي انتو شايفينه؟ في عندي question بقول لي complete the word, act in the sentences using the suffixes. Okay, I need to mute you all again. Just a second. Use the chat box, guys. استخدموا الشات. So الآن يا جماعة بدنا نستخدم suffixes اللي هم اللي شايفينهم إحنا قدامنا هدول اللي بيجوا في نهاية الكلام عشان نشكل كلمات جديدة. طيب هذا يا جماعة بيساعدنا كتير إنه نتعرف على ونوسع، نعمل expanding لل our vocabulary set. بيخلينا نوسع الكمية المعلومات الكلمات اللي عنا، بأنه أنا من خلال كلمة واحدة بطلع 10 كلمات باستخدام إيش؟ السفكسز والبريفكسز. هدول السفكسز بيجن في نهاية الكلمات. For example, my grandfather is 84 but he's still very active. إنه هو عمره 84 سنة لكن ما شاء الله عليه نشيط، active. هنا active صفة. Okay. So هدول كمان بيحددوا لي ايش الكلمات، بس اغلبهم هنا بيجوا كناون، اغلبهم بيجوا كناون. يعني لما اشوف هدول في كلمه بعرف انه الكلمه ناون، ما عدا اي في اي. Sometimes it is noun, sometimes it is a verb, sometimes it is an adjective. So I need you to do 2, 3 and 4 and 5 in the chat box. Okay, someone is done everything. Second is actress. My sister's an actress. She's often on TV. Yes, great. Very well done. The second one is actress. The third one is acting isn't always a well-paid job. Wonderful. The fourth one, it is time for action. لازم نبدأ ناخد إيش؟ الأمور بجدية، إنه نعمل تحركات. Time for action. لازم إيش؟ نشتغل. Okay. We do a lot of activities. Very well done, Ahmed. You did them all. Yes, great. So we acting, action, and activities. Great. You did very well in this activity. زي كده يعني ممكن يجينا من الكلمات هاي انه نشكل كلمة جديدة. Great. So now let's move to the third point. I mean the fourth point, which is words that go together. So now you can speak if you would like. Collocations. I know some of you know the meaning of collocations, words that go together. وبالمناسبة يعني these are
I consider them as the best thing in English language, the best way to learn English vocabularies and English phrases. أفضل طريقة أتعلم كلمات وأتعلم أخلي عندي مخزون لغوي كبير في ذاكرتي. يعني what is better or what is the best to do? To learn the word cosmopolitan as a word or to learn the word cosmopolitan city together. يعني أقول cosmopolitan city ولا بس cosmopolitan لحال. طب if I said cosmopolitan عالمي. I know عالمي. بس هل بقدر أستخدمها ك international ككلمة international بنفس السياق؟ طبعا لا. عشان كده The best way to learn this word is to associate it with other words. بدي أربطها وأرفقها مع كلمات تانية زي cosmopolitan city. بصير أنا لما بدي أحكي عن مدينة عالمية فيها جميع الثقافات فيها جميع الجنسيات بقول cosmopolitan city. خلص I know this is how it is used. Okay? And this is number one. The same thing well paid. بقول well paid family. Well paid job يعني وظيفة بدفع إيش جيد. Now خلص بأجرة جيدة وبدفع جيد. الآن ال collocation هيك صار عندي كامل وأفضل ما إني أتعامله أتعرف على الكلمة لحالها in isolation. فأنا أنصحكم يعني جدا أي كلمة تتعرفوا عليها هتنسوها، لكن لما تحطها في سياق put it in a context it will help you remember it and recall it anytime you'd like to. So close net, close and caring. Close net what؟ مين من هذول بيكون close net family اللي هو عائلة يعني مهتمة و قريبة جدا من بعض. Drive زي السواقين الأيام هذه. Drive a race. No, a drive carelessly بلا مبالاة بسبب حوادث. Yes, fall in love يحب very simple and this is like very common. And finally win a race. Yes, win a race. يفوز في السباق. يفوز في سباق. Very well done. الأمر بسيط. عشان كده دايما أنا بنصح إنه collocations يعني أفضل شيء إنه ممكن يساعدوك تتعلموا كلمات جديدة. So آخر two slides هحكي لكم نصائح بالنسبة للكلمات كيف أنتم ممكن تتعلموا كلمات ويضلهم معاكم لفترة طويلة وتستخدموهم بشكل فعال. أول شيء don't just translate words please. يا جماعة عندك كلمات ما تترجمها وبس وتعتبر حالك انت عرفت الكلمة. This is just useless. يعني ملوش فايدة. When you want to learn a word أو تسجل كلمة في النوت تبعك عشان تحفظها حاول حطها في context. حاول جيبها ككولوكيشن مش just تترجمها. اربطها بأي شيء انت بتعرفه بتفهمه أي شيء لكن don't just translate words. Okay, this is number one. Guess the meaning from context. خمن المعنى من السياق تبع الجملة من السياق زي ما توعي منا كلمات كتير ما بنعرف معناها لكن خمننا معناها من السياق وهذا بخلي عقلك إنه يحفظ كلمات أكتر ويعمل processing أكتر in the background of your brain. في خلفية بتلاقيه بيعمل معالجة كتير لحاجات فهذا it helps you improve and widen your understanding of English language and how it works. Decide the part of speech. بدك تسهل لحالك أول حاجة بدأ فيها إيش ال part of speech تبع الكلمة اللي هو من أقسام الكلام إيش هي اسم فعل verb noun adjective. هذا حيسهل عليك تدور على المعنى تبعها بشكل لذيذ. Draw pictures to illustrate words and the meanings of prepositions. ارسم صورة عشان توضح معنى كلمة شو اسمه rose عشان توضح معنى كلمة flower.
مثل كلمة إن. إيش معنى كلمة إن كبروبوزيشن كحرف جر؟ حط إيدك في الشنطة وقول إن. This way you will learn words better than any other way. كمان اعملوا record words in groups under topic headings. انتوا بتحبوا الرياضة، جيب كل الكلمات اللي خاصة بالرياضة، واغلبكم شباب بتحب الرياضة، مشاهدة الكورة اللي هو الماتشينج، الماتش واتشينج، الفوتبول ماتشز. فجيب يعني try to collect many words that are related to such topic and write them down under the topic of sport. صنفوهم، هدول كلمات خاصة بالسبوت انت مهتم فيهم، حيساعدوك كتير انه انت في مخك ترتب كل العلم هذا. بدك توصف شخص معين، حط adjectives of character under specific category اللي هو adjectives of character. بتحب الكمبيوتر، تعرف على كل أشياء الكمبيوتر in English، احطهم under specific category. Okay؟ يعني كل حاجة يعملوا لها تصنيف تحت موضوع معين. Write contexts, personalized examples for new words. For example, I'd like to settle down in my hometown. إيش معنى الكلمة؟ فهمتها من سياقها إن أنا أود أستقر في بيت في يعني بلدي الأم. Settle down، الآن لو حطيتها لحال ولا لما تكون زي كده في context؟ طبعاً لما تكون في context. لو حطيتها لحال حعرف إنه معناتها أستقر وبعدين حنساها مش عارف أستخدمها، لكن هنا I know that I'm saying I'd like to settle down in my hometown. I'd like to settle down، أود أن أستقر في بلدي. Settle down in my hometown، هيك صارت كphrase، one phrase very helpful indeed. So the last three points record collocations and interesting background. مين الأفضل؟ أتعلم interesting لحالها ولا ما أقول an interesting background؟ Of course an interesting background. بصير إلك مرجع رائع لما تيجي تحكي كلمة background. أصلاً لما تحكي interesting background صارت الكلمة تبعتك واللغة تبعتك أقوى. لما تقول background لحالها صارت أضعف. فالadjectives والadverb بيقووا لغة الشخص وبخليها أقوى في الحديث. Learn and use phonetic symbols to help you with the pronunciation. زي اللي تو استخدمناهم اللي هو الرموز الصوتية to help you with the pronunciation، بيساعدوك كتير إنه تعرف كيف ناخذ الكلمات. فالآن أنتوا عرفتوا إنه هي said مش said، إنه هي paid مش paid، إنه هي says مش says. الأشياء هاي بتسهل كتير. Finally, the last but not the least, do everyday tasks in English to help you recycle vocabulary. بدك تتعلم الكلمات بشكل أفضل، وهذه الطريقة كنت أستخدمها. شوف أنت وين بتقضي وقتك كل يوم، وأي مهمات بتعملها كل يوم حولها بالإنجليش. أنت بتحب البرمجة وبتضلك يعني using programming applications on your laptop، try to do that in English. هو أصلاً برمجة بالإنجليش. You like to do marketing، بتحب التسويق، برضو do that in English. You like what do we call it nowadays like money trading money trading yes you like trading online trading digital currency العملات الرقمية. Do that in English. So you learn and you recycle your vocabulary very intelligently and effectively. The last thing, design vocabulary test for other students. روح عيش حياتك وتفلسف على الناس. جيب كلمات جديدة وقولهم guess the word. واعطي له تعريف إلها وقول له يلا guess the word. هيك you will learn the word better and you will keep it in your memories for a long term. And thank you for watching, and that's all for the second part of the lecture. Thank you all. Now